نحكيوا على لو اف ام اي صندوق النقد الدولي واخر التصريحات او اخر الاجراءات. نحكيوا على صندوق النقد الدولي اللي وافق على اجراءات من شانها او صادق على اجراءات من شانها خفض تكاليف اقتراض اعضائه بتقريبا نحكيوا مليار و200 مليون من الدولارات سنويا للمره الاولى منذ سنه 2016. اكثر تفاصيل مع المحلل المالي بسام النايفر. مرحبا بك بسام. مرحبا بك. خلينا نبدأ معك مباشرة، ما المقصود بتخفيض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بالنسبة هذه 36 تقريبا بالمئة؟ هو في الحقيقة نعرف منيح اللي صندوق النقد الدولي عنده نظام، اللي كل بلاد عندها كتة عندها حصة اللي عندها الحق تتسلفها مقارنة بمساهمتها في الصندوق، لكن ثم دول تتجاوز السقف هذا اللي هو محدد بموافقة من الصندوق، فباش الدول هذه ما تتعاودش، لأنه في الأخر أنت تتصرف في صندوق النقد الدولي ماهوش حاجة باهية، فإنه الصندوق يحط يقول لك ثم حدود ما نفوتوهاش، إذا كان فتها بموافقة من مجلس إدارة الصندوق راهو باش نزيدوا ونكلفوا عليك القرض أغلى، بمعنى انه اذا كان انت جاوزت الحصه نتاعك لكن باقي في حد اقل من 187.5% من الكوتا اللي عندك فيها، فانت تخلص 1% اكثر نسبه فايده، معناها نسبه الفايده اللي باش تاخذها ما نزيدوها 1%. اذا كان خذيت اكثر من 187.5% لكن المده اللي تجاوز فيها السقف هذا اقل من 36 شهر اقل من 3 سنين، فانا نطبق عليك 200 نقطه اساس 30% نسبه الفائده ونزيدوها 2%. ولكن اذا كان تجاوز 187.5 وزدت تجاوز 36 شهر اللي انت طول المده اللي انت خذيت اكثر من حقك في الكوتا هذه، فانه نطبق عليك 3% نقطه اساس زياده، معناها 3%. وهوني نعرف مليح اللي في 2022 معناها بعد أزمة تقريبا في نهاية الأزمة الصحية وأغلب دول العالم خذت من عند صندوق النقد، ثم 52 دولة كانت تدفع في السورشارج هذه اللي هي معناتها السور تاكس هذه اللي هي تدفع من عند الدول. 52 دولة معناها تجاوزت معناتها على الأقل ب 187% تجاوزت معناها الكوتا نتاعها، كان معناها رقم قياسي في ديسمبر 2022 واليوم قاعدين نقدموا قاعد عدد الدول ينقص لين جاء التغيير هذا، لانه ثم برشا دول اللي يقول لك حقيقه برشا عندنا، معناها هون نحبوا نعطيو رقم اللي هو المتوقع من عند صندوق النقد انه في 2024 السور شارج هذه معناتها نسبه الفائده اللي هي زايده مش يجيبوا لصندوق النقد 2 مليار دولار في عام برك اللي هو 2024 اللي هو مبلغ كبير، ويوريك معناها اللي قديش تسوى اللي يمكن الواحد ولا 2% يمكن ما تظهرش نسبه كبيره، لكن تشوف على الدول اللي قاعده تسلف فلوس تفهم اللي هي تجيب في موارد كبيره صندوق النقد، لكن هو يشوف اللي اليوم الدول الاقتصاد العالمي مش قاعد ينمو مليح، ثم مشكله نتاع ديون، ثم مش اللي السور شارج هذه نجم تهزها لثنية الديفو دو بايمون، معناها خاطر كبير برشا، احنا نعرفوا اثيوبيا عملت معناها ما خصش الديون نتاعها عملت ان ديفو على مبلغ 36 مليون دولار كهو، معناها مش مبلغ ياسر لكن عملت فيه معناها تخلف في الخلاص الشعبي، خلى اليوم اثيوبيا قاعده تتفاوض مع المدينين نتاعها، والجمعه اللي فاتت رينا ما وافقولهاش معناها على اعاده جدوله نتاع قروض معناها طريقة خاصة معناها بريفي بعدها، فما نجموش جدول فشاف انه من احرى اللي هو اليوم يراجع القواعد هذه، بحيث انه ثم الدول اللي اقتصادها حقيقة ضعيف ونجمش يتحمل هذايا، فانه تمت المراجعة بالنسبة لمجموعة من الدول من القواعد اللي مفروض عليهم، الشيء اللي خلى ثمانية دول تنجم تتمتع بانها تخرج من النظام هذا يعني بشكل الفايدة. بشكل آخر بسام، وكأنه نحكيه على تحديد ولا تحجيم صرامة صندوق النقد الدولي بشكل من الأشكال، هذا هو معناته بالضبط، معناها خفف القيود، لأنه كما قلت لك شاف مليح أنه الوضعية مش طيبة من الاقتصاد العالمي، نحكيه على ثمان دول
فيهم ثلاثة دول، معناها نحكيو على البنين وكوت ديفوار والجابون معناها من افريقيا، كذا نحكيو على جورجيا، نحكيو على مولدافيا، على السنغال كيف في افريقيا اخرى، على السورينام، ونحكيو زاد على سريلانكا اللي نعرفوا زاد عندها مشاكل كبيره وتخلفت على سداد الديون نتاعها. فالثمانيه دول هذيا كانت مش تدفع ما قيمته 1.2 مليار دولار فقط، لأنها تدفع في هذه بين 1% و3% زيادة، شيء اللي على الأقل باش يخفلها بنسبة كبيرة إلى 36%، معناها في حجم سداد ديونها الداخلية. في المقابل فما 11 دولة من بينها تونس باقي ما زالت تدفع في السورشاج هذا. أنا هذا هو بالضبط سؤالي كنت أسأله لك بسام، في علاقة بتونس يمكن ولا الدول الشبيهة بتونس اللي نحكيو فيه اليوم أو اللي زيكونومي هذو من بشي يصيروا صح التعبير باش يكونوا على فترة معينة من الزمن على مجموعة معينة من الدول، أم ينطبق على كل من تنطبق عليه الكريتير اللي كنت تقول فيهم بس؟ كل من تنطبق عليه الشروط هذه راهو مباشرة يدفع عليه، ما يدفع منها النسبة الزايدة هذه. وما من ضمنها حتى معناتها ال 11 دولة اللي ما زالوا فيهم حتى أوكرانيا اللي هي المدلة معناها بتاع صندوق نقد الدولي منذ الغزو الروسي معناها، واللي أعطاها موارد كبيرة ياسر معناها بال 15 بال 14 مليار دولار. حتى اوكرانيا قعدت هي من ضمن 11 بلاد اللي لو ما تدفع في النسبه الزايده هذه تدفعها الى جانب 11 دوله كما قلت لك بما فيها تونس. تونس حكيت على تونس وقبلك قلت الرقم، حكيت على المستوى اللي ما لازمش يقع على التجاوز نتاعو بالنسبه لتونس، يظهر لي تجاوزنا ال 200% على ما اعتقد، وانت زيد فوالا زيد تاكد لنا بس. اخر ارقام اللي هي متوفره على النظام هذايا هي جات في 29 فيفري 2024، اعطى صندوق النقد اعطى فما الارقام بالضبط نتاع الدول وقداش باش تخلص وقداش انتباه. احنا في شهر فيفري 2024 كان كنا 210% من الكوتا، معناها عندنا تجاوزنا مرتين ب 2.1 معناها مره اللي عندنا الحق ناخذوه لكن احنا ديجا خذيناها. فال 210% من وقتها احنا خلصنا، عارفوا مليح اللي احنا عندنا بالنسبه لصندوق النقد عندنا زوز انواع، عندنا القرض هذاك اللي خذناه وقت الكوفيد اللي خلصنا معناها جزء كبير منه معناها على أربعة أقساط في 2024 كل مرة في 90 مليون دولار بالنسبة لسنة 2024، وكيفيف عنا القروض هذاك متاع 2016 اللي خذيناه 10 أقساط عام 2024 معناها في حدود 272 مليون دولار معناتها على العام كامل. فمن وقتها احنا راهو ثم قدمنا معناها زدنا ما احناش زدنا طحنا في قداش الكوتا، ونتصور بما اقل من 200% اكيد اللي قاعدين نخدموا من صندوق النقد الدولي، لكن باقي مش نقعدوا ندفعوا في السرجاج هذه الفائده قداش فلوس؟ مش تختلف على تونس، احنا تونس هي اقل بلاد مش تدفع فلوس في جميع الدول. نحكي لك حتى الدول القائمه اللي كان فيها الدول اللي كنا خرجت في 29 الدول هذه موجوده وضموا لها برشا دول، مثلا من ضمنها كما قلت لك اوكرانيا. تونس مش تخلص على المده من هون 2027 مثلا 24 27 المده هذيك 3 مليون دولار فقط اللي هي اقل ما في الدول الكل، معناها فما حتى دوله معناها عندها 3 مليون دولار فقط باش تخلصهم في 2024 حتى 2027. ونحكي هنا على مبالغ كبيره برشا من الدول، راهو الدول اللي 11 دولة فما مصر وفما الأردن معناها كدول عربية موجودين، دول معنا موجودين معناها معناها باكستان موجودة معنا معناها كما قلت لك أوكرانيا، هذوما كل دول اللي يدفعوا معنا في السوشاج. أما كي تقارنها مثلا بمصر، مصر السوشاج هذه بتتكلم في 699 مليون دولار، الأردن 244 مليون دولار، تونس 3 مليون دولار. حتى كي تحسبها انت على خدمه الدين الخارجي بالنسبه لتونس تجي رقم صغير، بالتالي ما هيش الحقيقه كلفه كبيره، واللي احنا ما جددناش مع صندوق النقد معناها ما خلينا اللي احنا بطبيعه ما تكبرش هذه، لانه لو كان احنا خدينا تو احنا في 2021 و22 وقت كان الكلام على قرض الجيب من صندوق النقد الدولي راهو جاي كنا زدنا طلعنا بمراحل معناها في اكثر خلينا اكثر من الكوتا تاعنا، وراهو زاد كيف كيف ندفعوا فيه.
فما مشكلة هي سورشارج ما خديناش دونك ما احناش قادرين ندفع في الفلوس كيما قلت لك تونسي اقل بلاد تدفع في السورشارج هذا. ختاما بسام فعليا كنحكيو على وزن العملية هذية والقرار هذية والتحديد والتحجيم من صرامة كما ذكرنا من صرامة صندوق النقد الدولي فعليا شنو الانتظارات او النتيجة الكبرى من قرار كيما كي معناتها هو نحكيو على حاجة بونكتويل باش تغير حاجة كبيرة ليه شنو بالضبط؟ لا هو تعديل في السياسة العامة بصفة عامة لصندوق النقد كما قلت لك الفكرة اللي هما يخفوا اكثر ما يمكن على الدول هذه يخفوا عليها الحمل الدين لانه كما تعرف وقت نسب الفائده طلعت كيف الدولار طلع مقارنه باكثر العملات بالنسبه في الدول هذه الشيء اللي خلى السياسات معناها السياسات العموميه في الدول هذه تقف ما عادش عندها قدره على تمويل النمو كي نحكيوا على النمو ما عادش فما معناها قدره اللي هي تجيب فلوس معناها من الجبايه ونعرفوا مليح مثلا شنو اللي صار في كينيا معناها من احتجاجات كبيره وقانون ماليه كله تبدل في كينيا على خاطر جات في اجراءات جبائيه خلات معناها الشعب يخرج للشارع علاش الاجراءات هذه فقط باش يخلصوا بها الموارد باش يمشي مباشره باش يخلصوا صندوق النقد فهم راجعوا السياسات هذه خفوا فيها لكن ما نساوش اللي ثم معناها بروسيسوس اكبر برشا اللي هو في صندوق النقد الدولي هو المراجعه نتاع السياسات سياسات الاقراض تنجم تصير ثم زياده في راس المال اللي هي باش تعطي فرص للدول اللي هي باش تنجم تقترض مبالغ اكثر من جديد لكن بدون ما تتجاوز الكوتا نتاعها ثم كيف في حقوق التصويت قاعدين يخموا كيفاش ربما يتم إعادة توزيع حقوق التصويت في صندوق النقد هذا بكله قيد الدراسة ثم مجموعة من الدي ريفورم معناها اليوم لازم قاعدة تصير في صندوق النقد بشوي قاعدين نشوفوا فيهم لكن الأكيد اللي هما فهموا حاجتين حاجة الأولى اللي السياسات اللي مشيت بها صندوق النقد لمدة طويلة اليوم تقريبا في برشا دول قاعدة تلقى في معارضة واللي حتى اذا كان الدول اللي مشات الحكومات مشات فيها لكن ثم تلقى معارضه شعبيه لان هم واعيين بالشيء هذا والحاجه الثانيه اللي الدوله كي تدخل في النسق هذا كل مره نعمل برنامج جديد مع صندوق النقد وكل مره نعاود نتسلف قداش منه معناها في الاخر مش لقى روح الميزانيه نتاعي يمكن انا نجم نقعد نخلص ديوني لكن زاد عباره قاعد نخدم على سداد الديون معناتها هذا هو معناها كيما شركه تخدم على البنك كيف الدوله تخدم على البنوك نتاعها عليها المؤسسات الماليه الدوليه وهنا في الاخر ما يحققش الهدف الكبير من المؤسسات هذه اللي هي الاستقرار المالي العالمي واللي هي مش تعطي طريقه احسن للدول تعطيهم كيفاش ينجموا يدخلوا في حقيقه تنميه عادله وشامله وتخلق ثروه تو سنين تقريبا صندوق النقد السياسات نتاع الكل ما تخلقش ثروه بالكل من هوني جات الفكره نتاع نتاع تغيير هذا في انتظار تغييرات اخرى اشمل واعمق للصندوق وتم تقريبا جميع الدول المساهمه فيه. يعني اليوم اللي نفهموا لي هذيا مؤشرات على امكانيه الانطلاق في سياسه جديده ولو انه نحن اليوم نحكيوا على دي ريفورم واصلاحات وتغير في الوجهات والاستراتيجيات اللي تشتغل عليها ويشتغل عليها صندوق النقد الدولي هذيا موضوع تعرف مليح بسام اللي هو قديم لانه منذ سنوات نحكيوا على تغير التوجهات اكزاكتومون ولكن علاش سالت شنو المنتظر منه هل منتظر ان نشوفوا تغييرات جذريه في المستقبل القريب ولا بدات الخطوات الى الامام نحو التغيير ام لا فعليا ما شوف بدات ويخموا لانه عندهم زاده فما جانب سياسي فيها لانه صندوق النقد زاده نعرفوا مليح فيه جانب سياسي كبير معناها انت اوكرانيا هو جانب سياسي بحت معناها بالاقتصاد اوكرانيا ما تاخذش الفلوس هذيك في مصر فما جانب سياسي كبير باش نجم تاخذ صحيح مصر نفع في اصلاحات موجعه برشا على المستوى الشعبي لكن في جانب سياسي فما نساو زاد عنده منافسه كبيره من الصين اللي هما البنوك اللي هي بنك البريكس هذاك البنك التنميه لمنظمه البريكس اللي هو زاد في زاحم فيهم اللي هو اقل تدخل في الجانب السياسي بالنسبه للدول ويخدم على بالطبيعه التنميه ونعرفوا مليح للصين هي وراء البنك هذا ففي الجانب السياسي عنده دور لانه يقول لك انا اليوم فما بنك اليوم قاعده مؤسسة مالية دولية عندها القدرة المالية تنجم تنافسني وتنجم نوعا ما
الوزن السياسي انا كصندوق النقد الدولي وراه بطبيعه الدول المساهمه الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي نجم كما نجم يقلقني انا من الجانب هذا، فهو يمشي في مجبر نوعا ما يمشي في اصلاحات اعمق من الشيء هذا. لكن كيف ثم مشاكل في الاقتصاد العالمي، كي تشوف انت دول معناها كل عام نسمع ثم ليسا نتاع قائمه نتاع الدول اللي راهي تنجم تتخلف على سداد الديون وعندها زاد كلفه حتى على 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 الدول هذه. معناها انت كي يعملوا لك سته سبع دول في افريقيا تخلف على سداد راهو 50% من الشعوب هذه مش تلقاها عندك في اوروبا معناها في الشمال المتوسط. فهذا الكل معناها في اطار توازن، مش كله خايفين معناها على الاقتصاد العالمي، هم زاد خايفين على مصالحهم وعلى معناها التوازن السياسي بصفه عامه، لذا هم يمشيوا في ثنيه. رينا حتى كيفاش يتعاملوا، رينا في خاصه في زامبيا كيفاش اللي تم تعاون كبير لاول مره يصير بين الصين وصندوق النقد والدائنين الخواص باش يلقاو مع بعضهم صيغه، باش زامبيا اللي هي تخلفت على السداد نجم تلقى حل مع الثلاثه هذوما. فرد وقت كان اول مره العمليه تصير كانت نقله واعطت امل انه اخيرا صندوق النقد والصين يتعاونوا مع بعضهم، اللي خاصه بالنسبه للدول الافريقيه. لكن كما قلت الجانب السياسي ديما يغزر معناها باهميه كبيره وبالغه، وذاك على صندوق النقد هو باش يتحول، مش كما قلت لك رغبه منه اللي هو يتحول، انما ضروره المساهمين شافوا اللي هو ينجم ما يعطيهمش الدور الاقتصادي والسياسي اللي هما يحبوا يلعبوه من خلال المؤسسات الماليه هذه. تغيير سياسه صندوق النقد الدولي. شكرا لك المحلل المالي بسام النايفر على المداخله كل التوضيحات اللي قدمتها. نحن مازلنا مواصلين معاكم بعد لحظات، باش يكون عندنا كيف مداخله لكن في سياق مختلف، ولو انه كان يحكي بسام على نقطه مهمه جدا اللي هي في علاقه بالسياسات الهجره. يقول لي سياسات صندوق النقد الدولي فيها جانب كبير او قراراته فيها جانب كبير سياسي، من ضمنها ما يدخل تحت سقف او تحت اطار او في اطار سياسات الهجره. ومش نحكيه نحن على جزء من هذا الموضوع، علاش؟ على خاطر باش نحكيه على قطاعات جالبه للعمل وفرص العمل في القاره الاوروبيه، في الاتحاد الاوروبي تحديدا، في ايطاليا. هذا علاش باش نحكيه بعد لحظه تقعدوا معنا.